فضيلة الدكتور علي جمعة. سيدي احنا حاولنا نجاوب على سؤال الجهاد ده وكذا مرة بنوصل فيه عشان بس نقربه من الناس بنموذج تطبيقي وهو فهم ما تقوم به جماعة الإخوان المسلمين هذه الأيام، وهل حمل السلاح قطع الطريق، حمل سلاح أبيض، تفجير العمليات الانتحارية، هل كل ذلك يدخل في صنف من صنوف أو ضرب من ضروب الجهاد، وما هو التفسير أو الشرح الصحيح أو التعريف السليم بالمفهوم الإسلامي المستنير لحقيقة الجهاد؟ أولا احنا عندنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه البخاري في وصف المنحرفين الخوارج، قال ذهبوا إلى آيات أنزلها الله في المشركين فجعلوها في المؤمنين. يا ساتر، يبقى إذن في خطأ مبدئي من أول الطريق، إنك أنت بتعامل المسلمين والمسلم يسمى بالمسلم الصعب لأنك صعب أن أنت تكفره وصعب أن أنت تخرجه وصعب كذا، والمسلم يكون مسلم بالشهادتين حتى لو كان منافقا في قلبه يكون مسلما ويمتنع قتله. حتى سيدنا النبي الموحى إليه كان يقول عندما ينصحه أحد أصحابه اقتلوا المنافق ده، قال لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، وهو عارف أنه ده منافق بين النفاق، ولكن هكذا علمنا رسول الله وصحابة رسول الله. إذن فالخطأ المبدئي في هذا الكيان هو أنهم ذهبوا إلى آيات أنزلها الله في المشركين فجعلوها في المسلمين، دي الخطأ المبدئي اللي هيعمل كل الكلام ده. لما النبي عليه السلام ترك لنا الجهاد، ترك لنا لما سألته عائشة حرمنا الجهاد يا رسول الله، فقال الحج جهاد المرأة، يبقى سمى الحج جهاد، والشيخ الكبير والطفل اللي مش قادر يذهب إلى ده، ولد شاب كده يعني 11 12 سنة صبي ولسه صبي لكنه عايز يجاهد في سبيل الله. النبي عليه السلام رد ابن عمر في بدر لأنه لسه ما بلغش السن اللي ممكن يكون فيها من الرجال، وما هوش عايز يخلي الأطفال ولا النساء تحضر الحرب بقدر الإمكان إلا عند العدوان الاشتباكي، دي قضية بقى دفاع عن الذات. النبي عليه السلام قال له ألك أبوان؟ قال له أيوه. فقال فيهما فجاهد، فسمى ده جهاد. النبي عليه السلام فيما أخرجه البيهقي في الزهد الكبير راجع من غزاة قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، ألا وهو جهاد النفس، بلاش بلطجة، لأن الفارس عندما ينتصر في الحرب وقتال وقتل وقتال وقتل بيرجع ممكن يعمل فتوة على جيرانه، فبيقول له لا هدي نفسك، ده احنا رجعنا بقى الى الجهاد الاكبر اللي تسيطر فيه على نفسك واللي تعرف فيه كذا. النبي عليه السلام سمى القتال في سبيل الله ايضا جهاد، فاذا الجهاد هو قد يكون بالكلمة، قد يكون بالحج، قد يكون ببر الوالدين، قد يكون بالقتال في سبيل الله، طلب العلم، قد يكون في طلب الرزق، قد يكون بطلب العلم، قد يكون وهكذا. وجاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم من قبل. كلام حلو آخر سورة الحج، الحج بيقول وجاهدوا في الله حق جهاد. لما تروح الحج تجد مواقف ممكن تنرفزك تطلعك تعصبك، وبعدين تقول لا ما بوظ حجتي طبعا. فإذا ده جهاده، جهاد ضبط النفس ده جهاد، هذا هو الجهاد الذي تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجهاد تحت الراية، هذا هو الجهاد الذي رفض فيه أن يقتل المنافق بالرغم أن الله أباح له هذا.
أن يقتل المنافقين. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. لكنه ما قتلش ولا أي حاجة. فيبقى إذن أنا أمام مفهوم صحيح للجهاد وليس اختزال لمفهوم الجهاد. الخمرة كل مسكر ناس عايزة تختصرها في نوع معين من الخمرة وبعدين ويبقى الشمبانيا مش خمرة. ما ينفعش الكلام ده. الكلام أن النبي عليه السلام جاء قال كل مسكر خمر فصحح المفاهيم. الخمرة في اللغة دي حاجة لكن الخمرة في الشريعة دي حاجة تانية. الجهاد في اللغة حاجة لكنه في الشريعة حاجة تانية. أوسع وسع الجهاد ووسع مفهوم الخمر ووسع مفهوم الصلاة ووسع وحدده. وده بيسموه النقل، ينتقل من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. الناس دي مش عارفة دي الكلام ده كله ولا عارفين إن هم بيتعاملوا باختزال مع النصوص الشرعية فبيوصلوا لنتائج وبيبنوا عليها عمل وبيسيروا بها دماء حرام. فاحنا بنقول لهم أفيقوا يرحمكم الله. الأزهر بيعلم الحاجات دي. مالكوا كده؟ بتخالفوا ليه الكتاب وبتخالفوا ليه السنة وبتخالفوا ليه اللغة العربية وبتخالفوا ليه أصول الفقه وبتخالفوا ليه المعتقد السليم؟ عشان كده هنيجي للسؤال المهم اللي عايزين نطرحه في الجزء الثاني من الحوار. ليه كان هناك ظهر تناقض حاد في 2012-2013 ما بين مؤسسة الأزهر الشريف وشيخها الجليل وعلمائها الأجلاء وما بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم؟ اسمح لي ده يكون في بداية الجزء الثاني من هذا الحوار. أنا أشكرك في نهاية هذا الجزء ومرحبا بك في كل وقت.